سيدي احمد ساوي السلام عليكم، راك مع موقع انصار مولود الجزائر مولود فور. يعني كيفاش شفت المقابله اليوم؟ اليوم خويا ربحنا في خلال المانيا 3-0 ريزولت فور، فرحنا اليوم اللي غادوا نحن لي سبورتير اللي ما كانوش معنا، فرحناهم هدينا لهم هذا الفوز، وكما وعدتهم نقول لهم الجنه عاود خرج هذا الماتش ان شاء الله يزيد يخرج مع الياس ما شاء الله. يعني عكس يعني مدري الشوط الاول، يعني الشوط الثاني شفنا يعني سيطره مطلقه الفريق المولود هذا راجع له. بون حنا كنا في البريمي ميتون كنا شويه مون كونسونتري وين ضيعنا اهداف، والدوزيام ميتون وين ماركينا 3 اهداف هذه جاب الفضل تاع المجهودات المدرب واللاعبين. يعني الفوز هذا راح يعطيكم يعني معنويات كبيره باش تكملوا معنويات كبيره باش تكملوا رانا رابحين سي لا كاتريام ماتش وان شاء الله اونشينو سانكيام ماتش مع الياس ما شاء الله. يعني يوم كان الجمهور يعني الغائب الاكبر كيفاش يعني؟ بون حنا غادنا الحال وين غادنا الجمهور المامون كل يوم رانا فرحانين معاه، بون حنا فرحنا درنا اللي علينا ان شاء الله يفرحوا مع الياس. يعني كلمه توجهها لهذ الانصار هذو. بون هاد الانصار نقول لهم حنايا وقفوا معنا وحنا نزيد مازال نزيدوا نفرحوكم ونزيدوا نكملوها مع الياس ما شاء الله. يعطيك الصحة. صح. كوسالي السلام عليكم. يعني فوز كبير اليوم حققتم، كيفاش كانت المقابلة بالنسبة لكم؟ ديربي توجور صعيب وراك شفت بريمير ميطون اون افي دي ديفيكولتي وين سي فري لحقنا لي بوب بصح ما با تروفي لا فاي. دوزيام بيريود وين شفنا لي زيسباس وين كاين داك لي بوسيبيليتي نماركيو، لونترينور راه سيجيري على بالك لي فيبليس تاع ليكيب ادفيرس، الحمد لله انا سي رياليزي. يعني بصراحه شفنا فريق يعني في الشوط الثاني فريق مغاير تماما، يعني هذا راجع على واش؟ يعني انا ديجا نيتي موتيفي من الدول هذايا مقابل، يعني ما عندناش خيار اخر الفوز. وثاني لي كونسي تاع المدرب يا خويا جابت بالكلك الحمد لله، يعني تبعنا النصائح وانا اللاعبين ثاني ما استهجيناش نيتي ميو كونسونتري. يعني هذا الفوز يعني راح يعطيكم شويه معنويات زياده يعني لبقيه مشوار البطوله. يعني ياسين ان شاء الله هكذا باش نضمنوا البقاء في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. يعني كلمه يعني الانصار اليوم يعني كانوا خاصين بزاف اليوم في الميدان، كيفاش؟ والله غير خصنا يعني لعبتوا بدون يعني كان يعني كيما نقول لك شغل الملح كيخص الطعام، كيخص الطعام سي فري لي سيبورتور تاعنا خصونا سيرتو لو كان كانوا معنا سوغيتي اون جوا تريبل كيما هنا. توجه لهذ الانصار ان شاء الله يعاودوا نتلاقاو مع يعني المقابله القادمه ايضا راح تكون يعني بدون الجمهور امام اتحاد العاصمه ان شاء الله. هنا نديروا في كلش باش ما نخسروش ان شاء الله، كل ما نديروا حاجه نخموا ليهم وهكذا مع الحرش نديروا عرس ان شاء الله ولا خير ربي. شكرا بارك الله فيكم. Bonsoir coach, vous êtes sur le site du Moudia Power. Une belle victoire aujourd'hui. Hein? Oui, c'est pas normal, mais je crois qu'on a été un petit peu plus fort qu'eux. Et je crois que la victoire, c'est à nous. Parce que finalement, je crois qu'on a joué mieux que les autres, mais c'est un petit peu le football, c'est comme ça. Parfois on joue pas mieux, c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, on a vu une grande Mouloudia deuxième étape. Oui, et grand but, c'est toujours très bon pour ceux qui aiment le football et viennent voir le match pour voir un petit peu des bonnes exhibitions et une bonne équipe, et je crois qu'on a fait des bonnes choses. Ça vous a manqué un peu les supporters aujourd'hui? Oui, mais beaucoup, hein, je vous dis beaucoup, parce que ces types-là sont formidables. Okay. C'est la meilleure que j'ai vue jusqu'à maintenant. Coach. Let's go!
السلام عليكم. صرت مع موقع انصار مولودية. يعني الفوز اليوم يعني ضروري ضروري. شفنا يعني مقابلة شوط ثاني يعني كانت مقابلة جيدة. كيفاش انت شفت المقابلة اليوم؟ كانت مقابلة صعيبة وديربي، وخاصة يعني كنا احنا مزاد اللقاء هذا كان منعرج يعني تاع قدرنا نضربات. الحمد لله الراعبين كانوا رجال، طاقم تقني، وحتى احنا كنا كانت يعني اليد في اليد كل مدة الاسبوع والحمد لله. النتيجة راهي هنا يعني يعني بينا بهذه المرحلة الثانية بالمولودية تعاودوا لي بقوة والحمد لله إن شاء الله نكملوا على هذا نفس المتاع. يعني شفنا في مرحلة الأودة هذا فريق مغاير تماما، هذا رجع إلى واش؟ والله ما كان رائع، يعني العزيمة والإرادة وروح المجموعة والخدمة هذه هي اللي تجلى. يعني كيف راك تشوف بقية مشوار البطولة؟ والله غنكملوا على نفس المنوال إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. الحاجة تقول